بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا زدنا نشاطا في خدمة دينك، واجعلنا أقوياء في تحمل ما هو عسير علينا، حتى نكون من الفائزين في جهادنا في سبيلك يا ربنا. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقلنا في آية أخرى، ربي إنها سبحانه وتعالى إنها الأنبياء عليهم السلام أن يتبعوا زينة الحياة الدنيا. رأي الزينة أي حاجة لا تدوم، وإن كان جمالها راع، يعني حاجة لا ما لا تقول لك المرأة من الزينة. المرأة من الزينة تجب أن تكون مرأة من الزينة في العقيدة، في الأدب مع الله، في الاحتشام، في كون أمينة على الوحي، أمينة في مسألة حياتها الزوجية، وهكذا. هذه زينة مباركة ومرغوب بها. أما الزينة التي الناس باعوا أنفسهم حتى يمشوا لجهنم، هي الزينة الغدارة كالدنيا، أي ختالة من خائنة تغور على القلوب فتعميها. فإذا بي اليعمى وسمى يرى العجب العجاب في الدنيا والآخرة وفيما بينهما، أي أثناء الحياة البرزخية. نسأل الله السلامة في كل أحوالنا والسلام.